السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يا إخوان اليوم الجمعة، وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. طبعا بعد العاصفة اللي أجت عنا كانت عاصفة قوية جدا، شوارع غرقت، مدن عنا غرقت، بيوت غرقت، سيارات غرقت. خفت العاصفة زي ما انتم شايفين وشمست الدنيا شوي. طبعا احنا بفترة العواصف والمطر بنحب بنحط معنا حبال وبنخلي معنا حبال، وبنحب اي حدا بده مساعدة نجره بنروح بنجره بنساعده. طبعا كتير سيارات بتطفي في المي، سيارات بتغرز، فبنروح بنجره. جينا نشوف منطقة عين كينيا هان اللي هي منطقة واد. العاصفة راحت وزي ما انتم شايفين الشمس طلعت الساعة 4 العصر، فجينا هيك لفة نشوف كيف الوضع. طبعا احنا برضو اي حدا بده نجره نساعده احنا جاهزين، معانا حبال، معانا عدة كاملة، معانا انا والشباب اصحابي طبعا 4 جبات، كلها 4 على 4. اي حدا بده مساعدة احنا جاهزين. لو بنص الليل حدا انقطع اشي طفت معه السيارة احنا جاهزين نجرب. طبعا زي ما انتم شايفين الشباب والناس بيجوا بالجبات. طبعا هنا بغاد في جبات كمان فوق شايفين خطين، بيجوا الناس هنا
طويل المي. آه خفت بكت قوية بس خفت شوف المي. شو يطلع دايم طلعات هذول طب استنى بالكبار ما وقف زحلف ولا اطلع ورا هيك بطيء هيك سريع هيك لا بطيء دوره بطيء شاي بطيء يا ساتر اه دير بالك يا ابراهيم بتزحلف طين طبعا الطين خطر مش زي التراب في طريق من هان لا زك من هان روح على وين انا كنت بصلحها بس في طريق ركبت ماي لزك الأرضية الأرضية ما انتوا شايفين الجبات هان والسيارات بتيجي أعطي لانس 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 ظل طالع ايوه زحلك السيارات طين الأرض شايفين كيف طين الأرض غلط تطلع تطلع طبعا قديش نزح لا لا غلط لازم دغري ايوه هيك دغري مو بروح على هذيك شوف هذاك الجيب كيف مايل لا وين بدك تطلع؟ سنة جيبها قال لي زيادة خريف ما خريف جيب كلها جبال ماشي سحبك علينا ارجع ارجع في زيرو وراك جبال كده وراك؟ مش شغال؟ 2-4 حط 4-4 2-4 لازم شغال ما شاء الله اه روح يا ابراهيم روح ابراهيم خزان ابراهيم روح ابراهيم بدك تقول لي لا في مشكله في في السريع 2-4 لا انا عاد حاط البطيء يا زلمه قلت لك البطيء شوي هذا بطيء برضه بجوز حطه على الاخر انا استنى شوي لا هيك استنى شوي هيك خل تصور هيك انا بقيت حاط هذا على الاخر على البطيء وضوى هي شغال هي هان هيك جرب هذا هيك شايف هيك حل هيك السريع لحظة شوي شغالة للأربعة أربعة السريع في البطيء الدورة البطيئة مش شغالة لحاله بزيح النضال يا ساتر يا ساتر يا ساتر خطر هاي الطريق امسكوا منيح يا شباب تسبسوا ليش مش نازلين بالبلوك يا طيب
اخش فينا. اي 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 ايش فينا هلا؟ انزل اغسل، انزل اغسل يا ابو ابراهيم، انزل اغسل. غرقنا نضال، غرقنا غرقنا غرقنا. ابغى صورنا والله لو اوريك ابغى صور بس بالله. هاي طلع عاطلة برا، خليها الجبال برا قوية غارسة. لا ولو يا زلمة كان شغال كنت اطلع طلع لعندهم. سبب سبب معك عالطفاي 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 عالطفاي. الأربعة أربعة بفلت والله، في مشكلة على الكهرباء. هو لا لما بيشتغل بيشتغل. لا عادي حط جريك يا زلمة تغسل أوريو. بسم الله يا ساتر يا ساتر. سكر خلص هسه افتح شو بتعمل. عالطفاي عالطفاي خليك. طب الديزل خربت قبل فش 4 4 شغال. ال 4 4 مش شغال عندك ليش؟ عشان تزحلق. طب يلا يلا خلاص
بس تعرفش تلف. مش معنى مي بالتخلص. طبعا الطين المشكلة فيه بتزحلك السيارة لحالها، يعني بتزحلك احنا بنقول بتزحلك، بتزحلك يعني بتزيح لحالها، ممكن تزيح فيك تضلها نازلة فيه. واعتبر بتجيب فين هذا؟ شايف مثلا عرف شجرة زي يعني وين الخطر؟ الخطر مثلا هان واد وهان عرف شجر، إذا زحلق بضل نازل راح يطلع. خطرة هاي خطرة وين؟ لا 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 يا زلمة، لا خطرة يا زلمة. بين عندي خطرة بين عندي. طبعا بس خطرة يا زلمة. طيب بسيط امسك اول خطرة بس يلا لازم نرجع لفيرس. افتحوا لي بس شوي خليني اشوف شوي عشان اشوف. استنى شبك الأربعة أربعة هون. يا ساتر لازم انتوا بس سموا كله بسم الله. ما تخافوش الأمبولانس والمستشفى كراب. شوف كيف نزل البوز. يا ساتر يا ساتر يا ساتر ضلوا مزح. يا ساتر يا ساتر يا ساتر كان في صخر. افتح الشباك افتح زحافل. محمود معلم ولا مش معلم؟ زحافل يلا لازم من فوق تخشينا. ارجع ارجع ابراهيم. استنى هو بزحلق صحيح. بس غير طلع نزال. لازم تطلع هيك لازم تطلع. ابراهيم انت لازم غاد
صح؟ الأرض معك طويل الحبل، هذا طويل الحبل. ضربوا. ابراهيم بزبط؟ طب اسمع انت بس خليه انت فيش فوق ولا من الحين تيجي اسمع ايش بدك تسوي؟ نطلع في التيوتا حلول البيت يا استنى ابراهيم انا نطلع في التيوتا طب ابعد ابعد اخا ابعد الخبر لا وين رايح؟ نطلع في الصندوق تعال تطلعش فيه يا سلام خليه محلول البير وكل شيء ولا تصوّلش الثاني تفرح لك لحاله يا سلام خلاص يا شكله اطلع شو حل واحد حل واحد بس هذه يضربها بالهوك او لا يسحبوا زي ما هو بس والله جرافنا بصير اسمع رن على طارق وين انت طارق او يسحبوا زي ما سحب او يسحبوا زي ما سحب بس شوي شوي ما مش رون اطلع بالتيوتا يحجي ارضك هو هذا يوقف عندك على الجسر سوي لك والله حبيبي عجيها هديك تطلع بالجيب لا يا زلمه بسرعه اطلع مره واحده اطلع واقعد ودير بعد اذا خد دميتك انا بنتعد اطلع وتعال استنى حماد بي استنى شوي تعال حماد حماد تعال شباب تطلعوا بالصندوق اغلبكم صندوق على الجسر شو؟ صندوق على الجسر وين بدك؟ استنى شوي استنى استنى لا 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 استنى لا ابراهيم على الفاضي استنى لا 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 نطعة صغيرة بتطلع نطعة صغيرة بس خليك تعالوا يا بالصندوق يا غا تغرب تسحب يلا هيك الضبيب لو الناس اللي كانت بلاش يجي على جنب معلم بالضبط لا لا انا جرفتك انت طلع بوته الطين طلع بوته الطين خطر بضلك مزحلك لحاله نزل وانا ماشي لحاله سحل لا بسيطه كل مشكله ولها حل المهم فيش اصابات فيش جرحى اذا طلع هاي كيف كاين جوره جوره وطين مبلولي هاي بكت واد ما هي طموها مي
يلا شباب يسلموا ايديكم. سلام.